تعالوا نروح مباشرة لملعب المباراة وزمايلنا الأعزاء كريم أحمد وفاروق صلاح. اتفضل يا كريم. مرحب بيك طبعا كابتننا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك والكابتن الكبار وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يا رب ان شاء الله النهارده باذن الله كل التوفيق يكون مع النادي الاهلي في مباراه اليوم الاهلي واسوان على استاد بتروسبورت السابعه مساء، وهي احد المباريات المؤجله من الجوله 17 من بطوله الدوري العام. تركيز كبير الحقيقه كابتن ايمن، ومباراه النهارده تكون اصعب من المباراه السابقه. طبعا انت عارف ترتيب اسوان، وعنده يعني عنده امل اكيد وعنده فرص كبيره جدا طبعا ان هو يحاول ان هو يلعب قدام النادي الاهلي بكل قوه، لكن النادي الاهلي مركز بشكل كبير، ويمكن المردود كان رائع جدا المباراه الاخيره، مباراه اللي النادي الاهلي استطاع ان يفوز فيها في الثواني الاخيره نتيجه 3-2، فده امر مهم جدا وبيدي دفع الحقيقه. كابتن سيد موسيماني، كل اللعيبه الحمد لله يعني تركيز وكلامه احاديث مستمره مع اللاعبين على اهميه هذه المباراه، ويمكن خلاص بقى دي هتعتبر اخر مباراه مع ايقاف الدوري وبطوله الدوري وكاس مصر، فان شاء الله النهارده ختام يكون جيد جدا لفريق النادي الاهلي بثلاث نقاط يوصلونا للنقطه 58 عن المنافس، تبقى ثلاث نقاط ليصل النقطة 61، فيا رب ان شاء الله بس ما نسبقش الاحداث ونشوف الجيم النهارده. نقطه سريعه بس يا كابتن ايمن حابين نتكلم عليها، والحقيقه هي ارضيه الملعب. يعني بنتمنى ان على طول لما بنكون متواجدين في استاد بتروسبورت يتم رش ارضيه الملعب، لان الارض اكيد بتكون صلبه شويه، استاد بتروسبورت ضيق شويه احنا عارفين، لكن ارضيه الملعب اما بيكون في بعض المياه عليها بتسهل بشكل كبير جدا الباص، التاكلينجات ما بقاش فيه يعني التاكلينج ممكن يعور لعيب، الترنات ممكن تعور لعيب، فبنعمل ان شاء الله باذن الله ان نشوف خلال اللحظات القادمه رش الملعب، لان الامر ده بيريح الفريقين وليس النادي الاهلي فقط. ده امر مهم جدا كنا حابين نتكلم عليه في البدايه، لان ارض بتروسبورت صلبه شويه، مع رش الميه الامور بتكون طيبه شويه، لكن بجانب كل الامور دي الحمد لله لعبتنا مركزه. التشكيل اعلن انت عارف يا كابتن ايمن، خلاص رامي ربيع يا رب يوفقه النهارده في مركز الباك رايت مع حسين الشحات مع كل اللعيبه ان شاء الله النهارده، يا رب ان شاء الله الثلاث نقاط تكون من نصيب النادي الاهلي. وصل بالتاكيد طاقم الحكام تفقدوا ارضيه الملعب مع بيتسو موسيماني مع الكابتن سيد عبد الحفيظ كعادتهم، يعني ان شاء الله باذن الله تكون كل الامور والمناخ والظروف معانا ان شاء الله، مع درجه الحراره 38 رطوبه عاليه شويه، لكن يعني الساعه 7 ان شاء الله بنعمل ان الجو يكون احسن من كده شويه ويساعد النادي الاهلي ان شاء الله في حصوله على ثلاث نقاط، هيساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا في قربه للمنصه والحفاظ عليها ان شاء الله. كابتن ايمن شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. ومن